أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، وأوضح عاشور أن الحد الأدنى لشعبة العلوم للمرحلة الأولى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.2%، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة الرياضيات للمرحلة الأولى 341 فأكثر بنسبة 83.17%. هنبتدي بالشعبة العلمية. كلية الطب البشري الحد الأدنى للقبول 375.6 درجة بنسبة 91.6. طب الأسنان 374.5 درجة بنسبة مئوية 91.34%. العلاج الطبيعي 372 درجة بنسبة 90.73%. الصيدلة 369 درجة بنسبة 90%. الهندسة 343 درجة بنسبة 83.65%.